عاد المجرم بنيامين نتنياهو للسلطة. عاد المتهم بالقتل والفساد والرشوة وخيانة الأمانة. عاد إلى سدة الحكم في إسرائيل وعلى رأس حكومة لم يكن ممكناً أن ترى النور دون تشريعات برلمانية تسمح لمدانين بالاحتيال بتولي مناصب وزارية. فمن هي أبرز وجوه الحكومة اليمينية الأكثر تطرفاً وما خلفياتهم العملية؟ لمعرفتهم ابقى معنا ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. نتنياهو رئيساً حكومة السوابق. البرلمان الإسرائيلي الكنيست عقد جلسة الثلاثاء الماضية 27 ديسمبر كانون الأول، خصصها لإقرار تشريعات تهدف إلى تمهيد الطريق لخروج الحكومة إلى النور، وذلك لأن بعض المرشحين لتولي مناصب وزارية إما متهمون في قضايا فساد أو مدانون في قضايا احتيال أو متهمون بالإرهاب. فنتنياهو نفسه يخضع للمحاكمة في ثلاث قضايا. القضية الأولى يواجه الرجل الذي جلس على مقعد رئيس الوزراء في إسرائيل أطول من أي شخص آخر الاتهام بأنه قدم مجاملات عبر قنوات تنظيمية في حدود 1.8 مليار شيكل حوالي 500 مليون دولار لشركة بيسكا لإسرائيلية للاتصالات. والقضية الثانية ويواجه فيها نتنياهو تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة على أساس أنه حصل هو وزوجته سارة دون وجه حق على هدايا قيمتها نحو 700 ألف شيكل من المنتج السينمائي أرنون ميلشان الإسرائيلي الجنسية والذي يعمل في هوليوود، ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر. والقضية الثالثة ويواجه فيها نتنياهو تهمة التفاوض على صفقة مع أرنون موزيس صاحب جريدة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية من أجل تحسين تغطيته إخباريا. وتقول عريضة الاتهام إن نتنياهو طرح في المقابل تشريعا لإبطاء انتشار صحيفة منافسة، ووجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة ولموزيس تهمة الرشوة، ونفى موزيس التهمة. المتهم بالاحتيال الضريبي أصبح وزيرا في حكومة نتنياهو. أقر نواب الكنيست قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن الحصول على حقيبة وزارية. ويستفيد من هذا القانون النائب أري درعي من حزب شاس الذي عرض نتنياهو عليه منصبا بارزا رغم أنه أدين في وقت سابق بارتكاب مخالفات ضريبية. وأقر البرلمان أيضا قانونا يسمح بتسليم حقيبة وزارية واحدة لوزيرين، وهو إجراء يعني بشكل رئيسي وزارة الدفاع، والهدف منه السماح لزعيم الصهيونية الدينية المتطرفة بتسال إيل سوموتريش بتسليم شؤون الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة التابعة لوزارة الدفاع، وهذا أغرب تشريع حصل في إسرائيل وفي العالم. ويبلغ عمر هذا المحامي والمستوطن 42 عاما، وهو زعيم حزب الصهيونية الدينية. وتحدث سموتريش من قبل عن رغبته في إجهاض أي آمال لدى الفلسطينيين بتحقيق المساواة على أرض بني إسرائيل من خلال رحيلهم أو عيشهم كخدم لليهود أو قتلهم. إتمار بن غفير وزمرته. القانون الثالث الذي صوت عليه الكنيست الإسرائيلي يتعلق بتوسيع مسؤوليات وزير الأمن الداخلي، وهو منصب سيشغله زعيم حزب القوة اليهودية اليميني إتمار بن غفير. ويبلغ السياسي اليميني المتطرف 46 عاما، وبدأ نشاطه السياسي وهو في عمر 14، إذ كان عضوا في حزب كاخ الفاشي الذي جرى تصنيفه منظمة إرهابية وحظره داخل دولة الاحتلال عام 1994. وامتنع جيش الاحتلال عن تجنيد بن غفير بسبب عضويته السابقة في المنظمة. وكرس بن غفير مسيرته القانونية للدفاع عن نشطاء العنف اليمينيين
وقال بنفسه إن الاتهامات وجهت إليه في 53 قضية تجري إدانته سوى في 8 منها فقط. وكان بن غفير يعلق في غرفة معيشته صورة لباروخ جولدشتاين الذي قتل 29 فلسطينيا في الخليل عام 1994، لكنه أجبر على إزالتها لاحقا. وبعد أن أصبح عضوا في الكنيست عام 2021، افتتح بن غفير مكتبه البرلماني في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة في خطوة استفزاز واضحة أثناء شهر رمضان المبارك، كما سبق له اجتياح باحة المسجد الأقصى المقدس في أكثر من مناسبة، وجرى تصويره من قبل وهو يهدد الفلسطينيين بمسدسه. وهناك أيضا عوفر سوفر رائد مشاة جيش الاحتلال السابق 48 عاما الذي انضم لعضوية 3 أحزاب سياسية مختلفة هي الليكود والبيت اليهودي والصهيونية الدينية، وتتمحور أجندته السياسية الرئيسية في الكنيست حول زيادة ميزانية الأمن وتهويد دولة الاحتلال، وسيتولى حقيبة الهجرة والاستيعاب في حكومة نتنياهو. باعتقادك كيف سيتعامل الزعماء العرب مع هذه الحكومة؟ وما هي أول محطات نتنياهو المقبلة في رحلته السياسية الجديدة؟ شاركنا رأيك.